الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع لفقه السادة الشافعية رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم ومشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفاتهم في الدارين، آمين. ما زلنا في تكملة فصل أحكام النفقة، وانتهينا من النفقة على الأقارب وعلى المملوك، وبقي تكملة ما ورد في النفقة على الزوجة، لأن أسباب النفقة القرابة والملك والنكاح. أسباب وجوب النفقة القرابة والملك والنكاح. فتكلمنا اللي هي الزوجية، نعم. والسبب الثالث نفقة في قوله ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج بيّن المصنف ذلك في قوله وهي مقدرة، فإن وفي بعض النسخ إن كان الزوج موسرا ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم. وتكلمنا على حد اليسار، وقلنا أنه يكون عنده ما يكفي فترة غالب عمره ويزيد بقدر مدان، فمدان من طعام واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته، مسلمة كانت أو ذمية، حرا كانت أو رقيقة، والمدان من غالب قوتها. يبقى يجب عليه مدان، يعني وجبتين، كل وجبة مد، والمد ده يعطي معه ما يصلحه من إدان، وأيضا من فاكهة على حسب العرف، ومن ومن أدوات طبخ وغير ذلك، يعني من لوازمه، يعني مش يديها كيلو ونص قمح ويمشي يقول لي كده، لا، يعني لازم يديها كمان مع القمح الزيت والسمن اللي هتطبخ بيه، والفاكهة واللحم والأدوات الطبخ، ويدفع لها الكهرباء ويدفع لها المية، يدفع لها فاتورة الكهرباء ويدفع فاتورة المية وفاتورة الغاز الطبيعي، كل ده يدفعه، لأن كل دي تبع النفقة، يعني لوازم المعيشة يعني لزوجته. مسلمة كانت أو ذمية، حرة كانت أو رقيقة، والمدان من غالب قوتها، والمراد غالب قوت البلد من حنطة أو شعير أو غيرهما، حتى الأقط في أهل بادية يقتاتونه، والأقط اللي هو اللبن المجفف. ويجب الزوجة ويجب للزوجة من القدم والكسوة ما جرت به العادة. يبقى تاخد المدان من غالب قوت البلد، معاها الإدام، يعني الحاجة اللي بتحطها في الخبز، والكسوة، والكسوة ينفع بكسر الكافي، الكافي ويضمها لغة، والكسوة ما جرت به العادة في كل منهما. فإن جرت عادة البلد في الأدم والإدام هو ما يوضع في الخبز، يسموه الغموس، المصريين يسموه الغموس، أهل بحري وأهل إبل يسموه إدام برضه، بزيت وشيرج وجبن ونحوه. الشيرج اللي هو زي الطحينة الوقت، زيت السمسم، دهن السمسم يسموه شيرج، اللي هو الطحينة يعني، يعملوها الوقت بابا غنوج، ويعملوها مش عارف سلطة الطحينة، يعني ايه السلطات كمان، والحاجات لازم يدلعها، مش يديها بتاع الناشف كده، لازم يجيب لها نفقتها على العادة، يعني على عادة الناس، شوف الناس بياكلوا ايه ويأكلها زي ما الناس بتاكل، مش يعذبها. وجبن ونحوها
اتبعت العادة في ذلك. يبقى العرف هو اللي بيحدد الحجم الحاجات دي ونوع الحاجات دي. وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج، ويختلف الأدم باختلاف الفصول، فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم، ويجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها، وإن جرت عادة البلد الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب. ويجيب لها برضو من الأقمشة اللي هي تليق بيها، زي ما بيلبس هو يلبس، إذا كان بيلبس من الأقمشة الرقية يجيب لها أقمشة رقية، يجيب لها الأقمشة المتوسطة يجيب لها الأقمشة المتوسطة، يلبس من الأقمشة الرخيصة يجيب لها من الرخيصة. من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كل على حسب قدره. يديها هو الكويس، لأنه لا يؤاخذها بعادته من الزهد. افرض هو زاهد، افرض هو أصلا بياكل وجبة واحدة طبيعته كده، لكنه هو عنده استطاعة أن يأكلها، يديها وجبتين. ما الواحد لما بيبقى مع أولاده ممكن أنا أكل وجبة واحدة وأسيب عيالي ياكلوا 3 4 مرات في اليوم، ماليش دعوة، لأن الواجب أنك أنت تديها الكفاية. حتى ولو كان عادتها أنها تاخد وجبة واحدة تديها الوجبتين برضه، لأنها حقها. تاكل بقى وجبة وتصدق بوجبة، هي حرة، لازم تملكها هذا. واضح؟ وإن كان الزوج معسرا ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم، فمد نصف اللي على الإيه؟ الموسر. الموسر مدين وإيه؟ والمعسر مد. أي فالواجب عليه الزوجة مد طعام من غالب قوت البلد، وإحنا قلنا المد حوالي كيلو إلا ربع. كل يوم مع ليلته المتأخرة عن وما يتقدم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأدم، ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة. وإن كان الزوج متوسطا ويعتبر توسطه بطلوع الفجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، اللي احنا بنسميه الوقت ايه؟ المتوسط، اللي هو ايه يعني؟ مستور الحال، اللي هي سموها الطبقة المتوسطة، لحد دلوقتي بيسموها برضه الطبقة المتوسطة، لا تقدر تقول عليه غني ولا تقدر تقول عليه فقير، ده المتوسط. طبقة الموظفين جزء كبير منهم فقراء، ما تقدرش تعمم يعني، لو موظف عايش على مرتبه فقط هيبقى فقير ولو كان وزيرا، لأن المرتبات مع الغلاء المعيشة الحقيقة جعلت هذا التفاوت. أنا أعرف أطباء ما عندهمش عيادات، أطباء ما عندهمش عيادة خاصة وعايش على مرتبه الوظيفي فقط، أو ده يجوز عليه الزكاة لأنه يعتبر من الفقراء، واسمه طبيب بقى سيد. فناخد بالنا من الحكايه يعني، ما تقدرش تقول طبقه معينه. لما يعملوا بقى الحد الادنى والحد الاعلى والحاجات اللي بيقولوا عليها دي بيمنون بيها ولن تحدث، واخد بالك؟ فربنا يسهل، يمكن تتغير الاحكام بتغير نفسه. المهم المتوسط اللي هو ايه؟ يعني ما عندوش فائض لكنه مستور، ما بيستلفش عشان يعيش، ده اسمه المتوسط. يعني اللي جاي قد الرايح زي ما المصريين يقول لك. يبقى ايه؟ يدي مد ونصف، لان الفقير يدي مد والغني يدي مدين، المتوسط مد ونصف. كويس؟ فمد اي فالواجب عليه لزوجتي مد ونصف من طعام من غالي قوت البلد، ويجب لها من الادم الوسط ومن الكسوة الوسط، وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجتي الطعام حبا، وعليه يعني عليه نفقة طحنه وخبزه، ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، ويجب لها مسكن يليق بها عادة. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها، يجب لها خدامة كمان. إن كانت هي إيه؟ كانت بتخدم في بيت زوج أبيها وليها الخدامة بتاعتها والدادة بتاعتها، يبقى برضه يجب لها خادمة. إن كانت في بيت أبيها لا تطبخ، بيجي لهم طباخة، يبقى برضه يجب لها طباخة. إذا كان في بيت أبيها بيجي لهم واحدة تنظف البيت، يبقى ما يلزمهاش بتنظيف البيت، يجيب لها واحدة تنظف لها البيت كل أسبوع وتغسل لها كل أسبوع، وهكذا. يعني يعاملها بنفس المستوى اللي هي كانت عايشة. حتى ها؟ ما احنا بنقول على حسب، هو مش مقتدر ويتجوز واحدة ليه بتتخدم؟ ما هو اللي جابه لنفسه. فهمتني؟ ما هو علشان كده لازم يراعي الكفاءة والطبقة اللي هو يتزوج منها عشان ما يرهقش نفسه. لو هي تنازلت، معلش افرض هي تنازلت ما يجراش حاجه،
لكن ده حقها لو تمسكت بيه من حقها تاخده، واخد بالك؟ يعني مش من حقه كمان يلزمها انها تطبخ له، تقول له انت واخدنا من بيت احنا عندنا طباخين، انا ما اعرفش اطبخ. فهمت ازاي؟ مش يلزمها بقى لازم تطبخي له ويتخانق معاها كل يوم. طب ما انت عارف لما رحت تخطبها لقيت عندهم طباخين وهي قاعده الحمد لله ما بتطبخش، هي بتاكل بس، واخد بالك؟ يبقى انت عارف كده. فيعني ايه، لكن لو هي من نفسها تطوعت وحبت تطبخ وتعمل وتخدم البيت ما جراش حاجه. احنا بنتكلم ايه، الحقوق لو حصل نزاع هنا بنبص على الحقوق، انما لما ما بيبقاش في نزاع والحياه ماشيه كده بتعاون وتراضي ما فيش بقى، مش هنروح للقاضي. فهمتني بقى المساله؟ لكن هنا القاضي يحكم على حسب الايه، المستوى اللي بالمعروض عليه. فعليه اي الزوج اخدامها بحره او امه له او امه مستاجره او بالانفاق على من صاحب الزوجه من حره او امه لخدمه ان رضي الزوج به، وان اعسر بنفقتها اي المستقبله. طب اعسر الزوج عجز عن النفقه في المستقبل يعني، فلها الصبر على اعصاره لانها تتنازل وتصبر وتنفق على نفسها من مالها كمان، او تقترض ويصير ما انفقته دينا عليه، ولما يزول اعصاره تحسب ايه، انفقت ايه على نفسها سواء من مالها او استلفته، ثم يسدده بعد زوال اعصاره. ولها فسخ النكاح، يبقى لها انها تتنازل وتصبر، ولها الاختيار الاخر ايه، فسخ النكاح. واذا فسخت حصلت المفارقه وهي فرقه فسخ لفرقه طلاق، يعني ما تتحسبش من الطلاقات الثلاث دي، فرقه فسخ لا فرقه طلاق. واما النفقه الماضيه فلا فسخ للزوجة بسببها، الزوجة ترقية تطلب الفسخ في النفقة المستقبلة مش في الماضية. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول، يعني لو أعسر بالصداق إن يديها المهر قبل الدخول بها سواء علمت يساره قبل العقد أم لا، لها إن هي إيه تطلب الفسخ أيضا إن لم تأخذ صداقها كاملا قبل الدخول. وحاليا الزوجات بيتنازلوا بتقبل انها تتزوج وتدخل بمقدم الصداق على ان مؤخر الصداق تبقى تاخده بعدين حينما يتيسر، اللي هو المؤخر ده بيبقى تابع الصداق بر، لكنه بيبقى تنازل من الزوجه انها مش محتاجه تاخده. لكن افرض تشبست وقالت له تديني المقدم والمؤخر قبل الدخول، تشبست واشتكت، القاضي له ان يفسخ العقد والا يلزمه يديه. فهمت بقى المساله؟ لا المؤخر مش شرط جزائي، ده بقية العقد. لا ده بيقعدوا لأنه ما مش فاهمين الفقه الإسلامي. هم مش فاهمين الفقه الإسلامي، هو فاهم إن المؤخر ده شرط جزائي لأنه بيشتغل بالعقود بالبيع والشراء. لا المؤخر ده مؤخر صداق، اسمه كده مؤخر الصداق، والصداق هو المهر. ما هو يجب 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 مؤخر الصداق على الفور بالطلاق أو الموت. كويس؟ ويحل وقت الوجوب بالدخول على التراخي. واضح؟ يبقى يحل وقت الوجوب للصداق على التراخي بالدخول اذا دخل به، بس على التراخي يدفعه براحته. طب وامتى يجب على الفور بقى؟ اذا طلق او مات. فلو مات بيؤخذ من الارث من التركه قبل تقسيم الارث لانه يعتبر دين على التركه، واذا طلق وجب عليه سداده ما لم يكن خلعا. لو كان خلع هو بياخد كمان اللي دفعه مقدما. احنا وقفنا على قوله، قوله فمدان من طعام واجبان عليه. نشوف كلام الشيخ البيجوري معلق على ما فات بيقول ايه. أشار بذلك إلى أن قول المصنف مدان مبتدأ والخبر محذوف، واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى ليه احنا خلينا النفقة متفاوتة بين الغني والمتوسط والفقير. الدليل القرآن قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما كون الواجب على الموسر مدين، ليه اعتبروا المدين على الموسر؟ ايه دليلهم؟ فاعتبارا بأكثر ما وجب في الكفارة وهو مدان في كفارة الأذى من الحج، اللي هو اللي ايه حلق رأسه في الحج كفرته ايه وهو محرم، يعني مدان لكل مسكين، لست مساكين كل مسكين نصف صاع، يعني مدين.
فأقصى نفقة يعني أقصى كفارة وردت هي المدين، فجعلوا أقصى كفارة ورد المدين ده استئناسا لتحديد حد إيه ما ينفقه الغني على زوجته المدين، وهو مدان في كفارة الأذى في الحج. وأما كون الواجب على المعسر مد، سموها كفارة الأذى في الحج ليه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ فمن كان به أذى من رأسه، أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فليحلق، وفدية من صيام أو أذى إيه؟ أو صدقة أو نسك على التخيير، يسموه دم تخيير وليس دم ترتيب. وأما كون الواجب على المعسر مدا فاعتبارا بأقل ما وجب في الكفارة وهو مد، في نحو كفارة الظهار، لما احنا قلنا في كفارة الظهار لو ما استطاعش يصوم 60 يوم يعمل ايه؟ يطعم 60 مسكين، كل مسكين مد، فخدوا المد اللي هو أقل كفارة حد للفقير، وجعلوا المدين اللي هي أعلى كفارة حد للغني، وجعلوا المتوسط بينهم مد ونصف. ادي طريقة تفكير الفقيه يعني ازاي يحدد الأمور. فإنه يكتفي به الزهيد ويقنع به الرغيب، وهو مد في نحو كفارة الظهر، فإنه يكتفي به الزهيد ويقنع به الرغيب. ولما أوجبوا على الموسر الأكثر وهو المدان وعلى المعسر الأقل وهو المد قياسا على الكفارة فيهما، أوجبوا على المتوسط ما بينهما، لأنه لو ألزمناه بالمدين لضره ذلك، ولو اكتفينا منه بالمد لضرها ذلك، فأوجبنا عليه قدرا وسطا وهو مد ونصف. قوله كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، لأن العبرة بفجر اليوم، فحينئذ يعتبر اليوم مع ليلته المتأخرة عنه وإضافتها إليه لاتصالها به. يعني اليوم في الزواج، في نفقة الزواج، يبدأ من الفجر لحد الليلة اللي بعده، الليلة اللي بعده دي من اليوم اللي بعده، بس بتتعبر تبع اليوم الإيه؟ يبقى في نفقة الزواج الليل مؤخر على الإيه؟ على النهار بنفقة الزواج، فهمت؟ لكن إيه؟ الأصل إن الليل مقدم على النهار، لأن الليلة اللي جاية بعد النهار ده ليلة اليوم اللي بعده. يعني إحنا دلوقتي ليلة الإيه؟ الثلاثاء، لأن إحنا دلوقتي صلينا عشاء الثلاثاء مش مغرب الثلاثاء، وهنصلي عشاء الثلاثاء، وبكره هنصلي فجر الثلاثاء. طب امال مغرب الاثنين ده امتى؟ صلينا امبارح، فهمت؟ لان الليل بيبتدي قبل النهار. لكن في نفقة الزوجة يبدا من الفجر ويدخل الليلة اللي بعدها تبع اليوم ده، فهمت المسألة؟ فيعتبر اليوم مع ليلته المتأخرة عنه وإضافتها إليه لاتصالها به، وإلا فهي ليلة اليوم المتأخر عنها، لأن الليل سابق على النهار والليل سابق النهار. قول مسلمة، مسلمة كانت، يعني كانت الزوجة سواء مسلمة أو غير مسلمة النفقة ثابتة، الزوجة المسلمة لها نفقتها تساوي نفقة الزوجة غير المسلمة الكتابية. يعني تعميم في الزوجة، وأشار بذلك لأن الواجب لا يختلف باختلاف حال الزوجة، لأن العبرة بحال الزوج دون حال الزوجة، يبقى في النفقة العبرة بحال الزوج، واضح؟ وقول حرة كانت أو رقيقة، أي مسلمة، مسلمة له ليلا ونهارا. الرقيقة عشان تجب النفقة عليها لازم تبقى مسلمة له إيه؟ ليلا ونهارا حتى تجب نفقته عليه، من غالب قوتها أي غالب قوت محل الزوجة، والعبرة في القوت بمحل الزوجة، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، وقياسا على الفطرة والكفارة، ولو اختلف الغالب في المحل، كأن كانوا يقتتون الشعير 4 أشهر والبر والأرز 8 أشهر، فقد اختلف الغالب وهو البر والأرز، أو اختلف قوت المحل ولا غالب، لو كأن كانوا يقتاتون البر والشعير على السواء، وجب في الحالة دي لائق بالزوج، ولا عبرة باقتياته أقل منه زهدا أو بخلا أو فوقه تكلفا. يبقى لا عبرة بزهده هو، ولا ببخله على نفسه، ولا بإسرافه على نفسه، فهم؟ لا، هي تاخد المدين، ما لناش دعوة، هو بياكل مد، هو بيصرف في الطعام، بياكل
أربعة مد في اليوم، أو هو بخيل ما بياكلش حاجة خالص وبيكتفي برائحة الطعام عشان ما يخلص، مالناش دعوة. قوله: والمراد غالب قوت البلد، أي بلد الزوجة، والتعبير بالبلد جرى على الغالب لأن المراد غالب قوت محلها، سواء كانت بلدا أو قرية أو مصرا أو بادية. وقول من حنطة أو شعير إلى آخر بيان لغالب قوت البلد، أو غيرهما أي كالتمر والذرة والأرز ونحوه. قول: حتى الأقط، غاية في قوله أو غيره، في أهل بادية يقتاتونه، أي في حق أهل بادية يعتادون اقتيات. والأقط قلنا اللبن المجفف، كان زمان يجففوا اللبن يعني يعرضوه للشمس ويغلوه لحد ما يفقد ماءه ويبقى زي العجينة، ويسيبوه لما تجف ويطبقوه كده ويبقى جاف ويشيلوه، لما يحتاجوا لبن يغلوه، ده اسمه الأقط. الوقت يحل محله اللبن البودرة في زماننا ده، كان زمان قبل حكاية اللبن البودرة كانوا يعملوه بالطريقة دي، زي الكشك كده الصعيدي، يشيلوه في الأكياس ولما يغلوه ويحطوا عليه المية يبقى لبن، ده اسمه الأقط. غاية في قوله أو غيره. وقوله: في أهل بادية يقتاتونه، أي في حق أهل بادية يعتادون اقتيات. ويجب للزوجة، ويجب لها أيضا الفاكهة التي تغلب في أوقاتها كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك. دلوقتي طبعا إيه، الزوج لما بيختلف مع زوجته يبقى بيديها الأكل في المشمش، مش بيديها مشمش، ده بيديها الأكل في المشمش. عارف يعني إيه في المشمش في لغة المصريين؟ يعني مش هديها حاجة. يقول لك هدي لك حاجة في المشمش، يقول لك يعني مش هديك حاجة. أصل هي مش ومش، يعني مش أطعم، مش يعني لن أطعمك مرتين، لن ولن، مش مش. يعني مش هأكلك بالتلاتة. فتاخد بالك. لكن زمان الناس الطيبين كانوا يجيب لها المشمش، مش يأكلها في المشمش. لا، يجيب لها المشمش لحد المشمش اللي هو الفاكهة، وتين ونحو ذلك، وما جرت به العادة من الكعك والسمن والنقل في العيد. النقل اللي هو ايه؟ الجوز واللوز والبندق والمكسرات والحاجات الحلوة دي، يعني يدلعها يعني بالعرب. مولد النبوي يجيب لها علبة المولد، في عاشورة يجيب لها عاشورة تعملها، وهكذا. في شم النسيم يجيب لها بيض ملون ورنجة وحاجات كده. على عاداتهم يعني في الأكل. ويجب لها أيضا الفاكهة التي تغلو في أوقاتها كخوخ ومشمش وتين ونحو ذلك، وما جرت به العادة من الكعك والسمن والسمك والنقل في العيد، والحبوب في العشر. الحبوب في العشر اللي هي العشر الأول، يعني من إيه؟ من محرم، وأيضا من ذي الحجة، وما يفعل في أربع أيوب ويوم صباغ البيض اللي هو شم النسيم. اهو قال لك عليه يوم صباغ البيض اللي هو شم النسيم، لان الشيخ البيجوري من مصر بقى بيتكلم على عادات المصريين. والقهوه والدخان، لو هي كمان بتحب تشرب قهوه، وهو عارف عادتها كده، ما هو كان متزوجها وعارف عادتها انها تشرب فنجان قهوه الصبح وفنجان قهوه بعد العصر، متعوده يجيب لها البن، واخد بالك. والدخان ما يجيبها لهوش. أيام الشيخ البيجوري كان الدخان بيعتبروه أنه بين الإباحة والكراهة، واخد بالك، كان بيعتبروا في الفتوى في الدخان أيام الشيخ البيجوري أن الدخان بين الإباحة والكراهة. أما الآن تغيرت الفتوى وصار الدخان محرم، فيبقى حتى لو هي مدخنة ما يجيبلهاش الدخان، حتى لا يعينها على محرم في زماننا ده، لأن الفتوى تغيرت. واضح؟ والدخان إن اعتادت شربهما، اللي هو القهوة والدخان يعني، والسراج في أول الليل لجريان العادة بذلك، أو يجيب لها برضو إيه اللي تنور بيه. كان أيامه ينوروا بالكلوب، باللمبة الجاز، بالسراج. الوقت يعني يدفع لها فاتورة الكهرباء، في زماننا ده معناه يدفع لها فاتورة الكهرباء. لمبة اتحرقت يشتري لها اللمبة اللي اتحرقت، وهكذا. والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة. يبقى هنا الإيه، العادة محكمة في مذهب الشافعي. إيه العادة محكمة؟ تظهر الإيه، القاعدة دي في النفقات وفي الكسوة وغير ذلك.
من الأدم، أي لأن الطعام لا يساغ إلا بالأدم غالبا، ولا تكلف أكل الخبز وحده، يعني ما يكلفهاش تأكل عيش حاف، ولو جرت عادتها بذلك، ولو عارف إن عادتها بتحب تأكل عيش حاف، ده هو يعمل اللي عليه ويجيب لها اللي هو عايزه، العادة، وبعدين يبقى تأكل منه اللي تحبه، ملناش دعوة. يبقى إيه؟ ولا تكلف أكل الخبز وحده ولو جرت عادتها بذلك، لم ينظر لعادتها لأنه حقها. هي بقى تتنازل عن حقها، تاخده تبيعه، تبيع القدم ده وتاكل عيش حاف، تتصدق بيه، تشيله في التلاجة لما يجي لها ضيوف تقدمه لهم، هي حرة بقى، المهم تملكه الأول. واضح؟ والكسوة بكسر الكافي وضمها، والمعتبر في مقدار الكسوة كفاية بدنها. ما يقولهاش انت ليك عندي 2 متر بس، وهي تكون بدينة بتحتاج 4 متر، فلازم على حسب مقاسها، واخد بالك؟ كل واحد على حسب مقاسه. هي رفيعة يجيب لها حاجة مقاسها، تخينة يجيب لها حاجة مقاسها، فهمت بقى ازاي؟ كفاية بدنها، فلا يكفي ما ينطلق عليه اسم الكسوة إذا لم يكفها، وتختلف كفاية بدنها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها، وفي جنسها ما جرت به عادة أمثال من قطن أو كتان أو حرير كما سيذكره الشارح، وفي جودتها ورداءتها يسار الزوج وإعساره وتوسطه، فيفاوض بين الموسر وغيره في الجودة والرداءة لا في عدد الكسوة، لأنه لا يختلف بذلك، وتختلف باختلاف البلاد في الحر والبرد، ويجب لكل فصل من فصلي الشتاء والصيف كسوة، والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع، وبالصيف ما يشمل الخريف. فالسنة عند الفقهاء فصلان. احنا حتى المصريين يقول لك كسوة صيف وكسوة شتاء، يعني مرضتين بس، مش كسوة صيف وكسوة ربيع وكسوة خريف، لا، الصيف بيدخل مع الخريف والشتاء بيدخل مع الربيع. فالفصل عندهم 6 أشهر، فيجب لها لكل 6 أشهر كسوة، وهي قميص وسراويل وخمار، وهو شيء يغطي به الرأس، وهو المسمى بالطرحة، ومكعب بكسر الميم وسكون الكاف وتخفيف العين، أو مكعب بضم الميم وفتح الكاف وتشديد العين، وهو المداس، يعني ما يوضع في القدم، المداس يعني ما يداس به الأرض، اسمه المداس في لغة المصريين العامية عند الفلاحين، يقول لك المداس، كالبابوج والصرمة. سمعت المصريين لما يشتموا بعض يقول له هضربك بالصرمة القديمة؟ سمعت ايه؟ سمعت ايه؟ اي الصرمة دي برضو ايه؟ يعني زي الجزمة كده، بس جزمة قديمة يعني، تبقى يعني وحش. فالصرمة دي برضو لغة، كل دي بيقولها لك الفقيه بلغة أهل عصره، علشان المقصود في الفقه التفهيم، مش البلاغة في الكلام، ولازاي يقول كده؟ لا، هو المقصود التفهيم، فلازم يكلمك بالصيغة بالإيه؟ بالكلام اللي أنت بتقوله عشان تفهم. كالبابوج والصرمة، ويلحق به القبقاب إن جرت به عادته، يعني لو هي بتتوضى في قباب يجيب لها قباب تتوضى بيه. عارف القباب؟ إيه هو القبقاب؟ لما بتطلع الميضة فوق مش بتلاقي فيه شبشب خشب؟ هو ده القبقاب. لانه عندما تدوس به يقبقب قب 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 قب، يسموه قبقب عشان، فهمت بقى؟ ويلحق به القبقاب ان جرت به عادته، ويزاد في الشتاء لدفع البرد جبه محشوه، في الشتاء برضه يجيب لها بلطو، يجيب لها كوفيه، مش يخليها تتلج هي وتموت يعني ويستريح منها، لا، يجيب لها كفايتها. ويزاد في الشتاء لدفع البرد جبه محشوه او فروه او نحوهما بحسب العادة، ويجب لها أيضا توابع الكسوة من كوفية للرأس، ويطاقية التي تلبس في الرأس تحت الخمار، وتكة لباس، وهي ما يستمسك به السراويل، يعني حزام، حمالة، بتاع الحاجات اللي هي بتستمسك بها، وزر قميص وجبة ونحوهما، وخيط خياطة ونحو ذلك، يعني إبرة وفتلة عشان لو حاجة اتقطعت تعرف تخيطها، يجيب لها طلباتها يعني ونحو ذلك. ويجب لها أيضا ما تقعد عليه من بساط ثخين له وبرة كبيرة، وهو المسمى بالسجادة في الشتاء، ونطع ينفع بكسر النون وفتحها وسكون الطاء وفتحها، 4 لغات.
وهو ايه؟ ما يفرش على الارض يعني. بكسر النون وفتحها مع اسكان التاء والطاء وفتحها، وهو الجلد كالفروة التي يجلس عليها في الصيف بالنسبة للموسر، ومن نحو لباد في الشتاء وحصير في الصيف بالنسبة للمعسر. ويجب لها ايضا ما تنام عليه من الفراش كالطراحة، وما تضع رأسها عليه من المخدة بكسر الميم، سميت بذلك لوضع الخدة عليها، وما تتغطى به كاللحاف في الشتاء أو في بلد بارد، والملحفة أي الملاءة التي تلتحف بها بدل اللحاف في الصيف أو في البلاد الحارة. ولا يجب تجديد ذلك في كل فصل كالكسوة، يعني مش شرط يجيب لها الحاف كل إيه فصل، أو يجيب لها لا، لا يجب تجديد ذلك في كل فصل كالكسوة، بل يجب تصليحه فقط لو حصل في حاجة اللي هو التنجيد يعني، بل يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة، وهو المسمى عند الناس بالتنجيد. وكذلك تبييض النحاس المعروف، كان زمان بيستعملوا أنية نحاس يحتاجوا يبيضوها كل 10 أيام كل أسبوعين، فبرضه إيه يبيض لها هذه. دلوقتي بقوا بيستعملوا الألمونيا ما بتحتاجش التبييض. بل يجب تصليحه وكذلك تبييض النحاس المعروف. وإذا حصل التمكين في أثناء الفصل، افرض هي كانت ايه يعني تمكن من ايه يعني مكنته من نفسها في اثناء الفصل، وجب من الكسوة بقسطه ما يجب فيه، وبعضهم يجعل كل 6 أشهر تمضي من التمكين فصلا، لكنه لان ايه لو ناشز ما لهاش نفقة. طب مكنته في اثناء الفصل، يبقى يجب عليه ما بقي من الفصل بقسطه. واضح؟ يعني نشزت منه في الصيف، فضلت غضبانة كده 6 شهور، وبعدين الحمد لله صالحها وجات، يبقى عليه كسوة نص السنة الباقية، معلوش بقى قضاء ما فات، لأن كانت في مفات ناشزة. فاهم؟ وجب من الكسوة بقسطه مما يجب فيه، وبعضهم يجعل كل 6 أشهر تمضي من التمكين فصلا، لكنه يشكل عليه أنه يجب للشتاء كذا وللصيف كذا كما تقدم بيانه، لأنه يقتضي اعتبار فصلي الشتاء والصيف كما قلنا. قول ما جرت به العادة، فالمحكم في ذلك العادة، العادة محكمة، قاعدة الإمام الشافعي المشهور، العادة محكمة. فالمحكم في ذلك العادة، فيجب لها كل ما جرت به العادة. يبقى احنا دلوقتي يجب لها الموبايل ويدفع لها قسط الايه الفاتورة بتاع الموبايل، لانه اصبح من عادة الناس دلوقتي يبقى عندهم موبايل يتصلوا ببعض يعرفوا اخبار بعض، ويجيب لها تلفزيون تتسلى فيه، هي دي كلها بقى صارت العادة كده دلوقتي، مش كده؟ فيبقى العادة محكمة تختلف. الإمام البيجوري ما قالش التلفزيون عشان أيامه ما كانش فيه تلفزيون ولا راديو، فهمت؟ لكن لو هو عايش معانا الأيام دي هيقول لك ويجيب لها الموبايل ويجيب لها التلفزيون ويجيب لها الحاجات دي كلها. وقوله في كل منهما، أي من الأذن والكسوة. فإن جرت عادة البلد في الأذن، هذا تفصيل لقوله ما جرت به العادة بالنسبة للأذن، ولو اختلف في قدر الأذن قدره القاضي باجتهاده معتبرا حال الزوج من يسار أو غيره، فينظر ما يحتاج إليه المد من الأذن فيفرضه على المعسر. يعني ما يبقى مد قمح هيتحول إلى خبز، كيلو إلا ربع قمح لو اتعمل خبز يطلع منه قد إيه؟ 3 ترغيفة مثلا، 4 ترغيفة. طب ال4 ترغيفة دول عشان تغمس بيهم تحتاج قد ايه؟ اذا كان جبنه محتاج مثلا 1/8 كيلو، ربع كيلو، واذا كان طبيخ محتاج 1/2 كيلو باميه، او 1/4 كيلو ملوخيه، على حسب بقى ايه بقى ايه؟ لو حصل خلاف القاضي يبتدي يحدد على حسب ايه؟ العاده الموجوده. طالما ما حصلش خلاف خلاص الامور ماشيه كويس. قدره القاضي باجتهاده معتبرا حال الزوج من يسار او غيره، فينظر ما يحتاج إليه المد من الأدم فيفرضه على المعسر ويضاعفه على الموسر، ويجعل ما بينهما على المتوسط، وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من مكيلة زيت أو سمن تقريب بزيت، أي كالزيت الطيب فإنه يتقدم به، وشيرج أي وشيرج، وهكذا ما بعد والشيرج بفتح الشين، وهو دهن السمسم، السمسم والسمسم والسمسم ايه بتسليس السين، ينفع احنا نقول عليه سمسم، المصريين يقولوا عليه بكسر السين على طول، لكن في اللغه تحتمل سمسم وسمسم وسمسم كله بمعنى واحد. ولا يجوز كسر الشين
في ايه، في الشيرج، ما تقولش شيرج زي ما بيقول ايه المصريين، يقول لك شيرج زيت السيرج، المصريين يقولوا كده. ها ويقول لك سرجه، هي جايه ايه، خلوا الشين سين وكسروها، اللغه العاميه بتاعت المصريين اللي هم بيبيعوا فيها الطحينه وبيبيعوا فيها الحاجات اللي هي منتجات السمسم والحلاوه الطحينيه وغير ذلك. ولا يجوز كسر الشين كما قاله الشبرم الليثي، لانه حينئذ يصير من باب درهم وهو قليل مع كون امثلته محصوره وليس هذا منها. قول وجبن اي كالجبن الحلوم ونحوها اي كسمن وتمر وخل، يعني يجيب لها ايه الجبنه ويجيب لها الفول ويجيب لها الزيت ويجيب لها الطماطم ويجيب لها الخضار ويجيب لها الفاكهه ويجيب لها السمن وهكذا. فهمت ازاي؟ الحاجات العاديه اللي إيه اي بيت بيحتاجها. قوله اتبعت العاده في ذلك اي فيما جرت به من الزيت والشيرج، وان لم يكن في البلد ادم غالب اي كان يكون فيها ادمان على السواء، فيجب اللائق بحال الزوج اي من يسار وغيره. ويختلف الأدم باختلاف الفصول أي الأربع، فيجب في كل فصل تفريع على ما قبله كما هو ظاهر. ويجب للزوجة أيضا أي كما يجب لها ما سبق قول لحم أي مع ما يطبخ به كالحطب وغيره والملوخية وغيره، يعني يجب لها النار اللي هي هتولعها. كانوا زمان يحتاجوا حطب، دلوقتي يدفع لها الغاز الطبيعي، يجب لها الأنبوب، يجب لها البوتاجاز، فهمت؟ ويجيب لها كمان الحاجة اللي هتطبخ بيها اللحمة، تعمل لحمة، تجيب لها الملوخية، يجيب لها الخضار، يجيب لها الطماطم، يجيب لها كل أدوات الطبخ الإيه ولوازم الطبخ كالملوخية وغيرها. وقوله يليق بحال زوجها أي في الجنس كالضاني والجاموسي والقدر كثلاثة أرتال، والوقت كأن يكون في كل أسبوع مرة أو في كل يومين مرة، يعني هم عادتهم بياكلوا لحمة يوم بعد يوم ولا بياكلوها يومياً ولا بياكلوها مرتين في الاسبوع، ويراعي هذه العاده. خد بالك على حسب. ولو اختلف في قدر اللحم قدره القاضي باجتهاده بحسب حال الزوج من يسار واعسار وتوسط، وما ذكره الامام الشافعي من رتل لحم في الاسبوع محمول على ما كان في زمني من قله اللحم، فلا ينافي انه يزاد عليه بحسب العاده، مع ان الرتل محمول على المعسر فيكون على الموسر باعتبار ذلك رتلان، وعلى المتوسط رتل ونصف. وإذا أوجبنا اللحم في يوم من الأسبوع فينبغي أن يكون يوم الجمعة لأنه أفضل الأيام، فهو أولى بالتوسيع فيه. وظاهر كلامهم أنه يجب الأدم في يوم اللحم وهو الأقرب، ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء. قول وإن جرت عادة البلد في الكسوة، هذا تفصيل لقول المصنف ما جرت به العادة بالنسبة للكسوة. لمثل الزوج أي من اليسار والإعصار والتوسط، وقوله بكتان أو حرير أو أي أو قطن لأنه لباس أهل الدين، وما زاد عليه ترفه وناشئ عن الرعونة التي هي الحمق وقلة العقل. وقوله وجب أي الكتان أو الحرير أو القطن، فيجب الجنس الذي جرت به العادة، ويفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة. قوله وإن كان الزوج معسرا أي بأن كان لا يملك ما يزيد على مؤنة العمر الغالب زي ما قلناها قبل كده في التحديد، وذلك صادق بأن يكون عنده ما يكفيه العمر الغالب فقط أو أقل منه كما يعلم مما مر، ويعتبر إعصاره بطلوع فجر كل يوم أي لأنه وقت الوجوب كما تقدم. فمد خبر لمبتدأ محذوف كما أشار إليه الشارح بقول أي فالواجب إلى آخره. وقول من غالب قوت البلد أي بلد الزوجة، وتقدم أن التعبير بالبلد جرى على الغالب والتعبير بالمحل أعم، وما يتقدم به المعسر المعسرون مما جرت عادتهم من الأذن أي قدرا وجنسا كما مر بيان. وقول ويكسونه مما جرت به عادته من الكسوة أي قدرا وجنسا كما مر بيانه أيضا. واعلم أن من به رق ولو مبعضا ومكاتبا معسر لنقص حال المبعض وضعف ملك المكاتب، وإن كسر ماله ولعدم ملك غيرهما. قوله إن كان الزوج غيرهما يعني ملك غيرهما لهما، يعني إن كان الزوج متوسطا أي بين اليسار والإعصار، ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم أي لأنه وقت الوجوب كما مر. فمد خبر لمبتدأ محذوف كما أشار إليه الشارح بقول أي فالواجب عليه. قول ونصف، فمد ونصف عطف على مد، من غالب قوت البلد أي بلد الزوجة، والمحل أعم من البلد كما مر.
ويجب لها من الأدم الوسط أي قدرا وجنسا كما مر بيان، وكذلك ومن الكسوة الوسط. وأشار الشارح بتقدير الوسط في الأدم إلى أن قول المصنف الوسط راجع لكل من الأدم والكسوة. قوله وهو أي الوسط ما بين ما يجب على الموسر والمعسر، توضيحه أنه إذا أوجبنا على الموسر وقيتين من السمن مثلا وعلى المعسر وقية منه أوجبنا على المتوسط وقية ونصفا. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا أي إن كان الواجب عليه الحب. الوقت طبعا اختلف، لأن كان زمان الناس يجي لهم الحب يطحنوه في البيت ويخبزوه في البيت، الوقت خلاص يجيب لها العيش من إيه؟ من الفرن، لأن الوقت لو اداها الحب مش هتعرف تخبزه، تغير الحال. بأن كان هو غالب قوت محلية، فإن كان الواجب عليه غير الحب كتمر ولحم وأقط، بأن كان غالب قوت محلية من ذلك واجب عليه تسليمه كذلك لا غير، لكن يجب عليه ما يطبخ به اللحم كالحطب وغيره وكالملوخية والبامية والقلقاس وغير ذلك، اللي هي الخضروات اللي بتطبخ مع اللحم يعني. فلو طلبت غير الحب من خبز أو قيمتهما لم يلزمه، ولو بذل غيره مما ذكر لم يلزمها قبوله، يعني لو جاب لها غير اللي معتدى عليه لا يلزمها قبوله كويس، ولو ادها قيمته القيمة يعني قال لها خدي طب الفلوس، لو قبلت خير وبركة، طب قبلت ما قبلتش لا يلزمها قبول، تقول له لا هتروح انت السوق هتقولي انا هنزل كمان امرمط نفسي في السوق اشتري، روح انت اشتري لي الحاجة. فهمت بقى المسألة؟ لم يلزمه، فلو طلبت غير الحب من خبز او قيمته لم يلزمه، ولو بذل غيره مما ذكر لم يلزمها قبول لانه غير الواجب، فلا يجبر الممتنع منهما عليه، ولا بد ان يكون الحب سليما فلا يكفي غيره كالمسوس، يعني ما جبلهاش حب رديء يعني. يلا أذن العشاء يا سيدي.
نحاول نكمل بس ايه بقية فصل النفقة عشان ايه ننتهي منه اليوم ان شاء الله. هو الباقي كله كلام تفاصيل يعني ايه سهلة تحتاجش شرح. قوله علي طحنه وخبزه، اي وعجنه، يعني مصاريف الخبز والطحن والحاجات دي، ولو كانت محتاجة تستعمل تعمل فرن او شيء من هذا، كل دي تكاليفه على الزوج. أي وعجنه، فيتولى ذلك بنفسه أو يدفع مؤنة ذلك، يعني أجرة ذلك، ولو فعلتها بنفسها بل ولو أكلته حبا فتحاسبه على مؤنة ذلك. وفارق نظيره في الكفارة من عدم وجوب ذلك على المكفر، لأن الزوج في حبسه بخلاف الفقراء. يعني لا يجب المكفر ان هو يروح يطبخ للفقير المد اللي هيديه له، لكن الزوجة يروح يطبخ لها. ليه؟ لان الزوجة في حبسه والفقير مش في حبسه. يعني انت لو كنت ايه كفارة زهار هتطعم 60 مسكين، بتدي لكل مسكين المد، هو يتصرف بقى يطبخه براحته، مش هتروح انت تطبخه له، فاهم؟ ولا تدي له كمان تكاليف طبخه، واضح؟ لكن في الزوجة لا. قال لك الفرق بين الزوجة والكفارة للمسكين أن الزوجة في حبسه والفقير ليس في حبسه، واضح؟ قوله ويجب لها آلة أكل، أي كقصعة بفتح القاف ولا تكسر، وفي المثل لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة. لا تفتح الخزانة يعني ما تفتحش خاء الخزانة، يعني تقولش الخزانة، تقول الخزانة، لا تفتح الخزانة. وصحيح بعض في المعنى ما تفتحش الخزانة ولا تبقى حرام سارق، فاهم؟ لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة، يعني ما تكسرش قاف القصعة فتقول القصعة، ما ينفعش. ولا تكسر القصعة، وفي نفس الوقت برضه ما تكسرش القصعة، يعني ترميها على الأرض فتكسر فتدفع ثمنها قرشها، واضح؟ فينفع المثل ده لغة ومعنى، لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة. وصحن وملعقة ومغرفة وكوز وجرة وقدر ونحو ذلك، اللي أدوات البيت، يعني كوباية تشرب فيها وحلة تطبخ فيها ومعلقة ومغرفة تغرف بيها وهكذا، وسكين تقطع بها، اللي أدوات البيت يعني. مما لا غنى عنه، سواء كان ذلك من خزف أو حجر أو خشب أو نحاس. ويجب لها أيضا آلة تنظيف من نحو مشت بضم الميم وسكون الشين أو ضم، يعني يجب لها برضو مشت، ويجب لها إيه شامبو بودي شاور، يجب لها الحاجات دي كلها، ويجب لها ليفة، يجب لها كل الحاجات اللي هي بتستحمى بيها، وهيسيبها يعني تبقى كده مش عارف تستحمى، مش معقول. ويجب لها أيضا آلة تنظيف من نحو مشت بضم الميم وسكون الشين أو ضمها وبكسر الميم مع سكون، مشت ومشت ينفع لك. ونحو صابون مما تغسل به رأسها، دلوقتي بقى اسمه شامبو، أو ثيابها مسحوق غسيل، يجيب لها إريال، يجيب لها أومو، يجيب لها تايد، حسب بقى الانواع المتاحه، يسمع الاعلانات وينفذ. ونحو صابون مما تغسل به راسها او ثيابها، ونحو اجابه مما تجب فيه ثيابها، اجابه يعني زي اروانه كده، او نحوها. دلوقتي بيجيب لها غساله اوتوماتيك وهاف اوتوماتيك وفول اوتوماتيك وعاديه، يجيب لها غساله وخلاص. وماء وضوء وغسل بسببه فيهما، وماء وضوء وغسل بسببه فيهما إلا من حيض واحتلام. ومرتك ومرتك بفتح الميم وكسرها ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع إلا به. المرتك ده نوع كده من الأنواع اللي هي بتستعمل عشان تمنع رائحة العرق والصنان اللي في جسم الإنسان. ويجب لها أجرة حمام في كل شهر، كان زمان ما فيش حمامات في البيوت، فكانوا يروح الحمام العمومي يغتسلوا فيه، يجب لها أجرة حمام كل شهر. الوقت خلاص مش محتاجة الحكاية، وهي قاعدة في شقة ها
حسب العرف العام لان الحمام فيه، فما بقتش مشكله. المرأة اللي هي ما تروحش الحمام، أو ما قالوا إلا للضرورة، ولازم تراعي الآداب إنها لا، إنها لا تختلط مع النساء، ويكون في مكان معزول ومغلق والحاجات دي كلها. لكن إيه، الوقت الحمد لله بعدنا عن المشاكل دي كلها، وبقى الناس عندهم حماماتهم في بيوتهم، لا شك أحسن. مر لأن كانت في حمامات في الشام لما فتحت الشام، ما كانش ايام الرسول في حمامات في جزيره العرب، هم شافوها لما راحوا الشام. واهل الشام كانوا معتادين العادات الاوروبيه الروميه، ما يتخافوش من بعض، ويستحموا قدام بعض، ويقلعوا قدام بعض، وتظهر عورتهم امام بعضهم البعض. فجاء الاسلام وحدد اداب معينه للرجل وللمراه، وقال لا يختلط هذا مع هذا، ولا الرجل مع الرجال، ولا المراه مع النساء، ولا ينظر لعورة أخيه، ولا يكشف عورته أمام الآخرين، وهكذا. يعني نظمها. إيه دي؟ الشام برضه، أرض الشام، بس كانت تبع الرومان، تبع الحكم الرومي. فكانت عادات الرومان هي اللي تغلب عليه. الرومان دول نشأوا في إيطاليا، لكن كان ليهم إيه مستعمرة كبيرة، خدوا الشام، وخدوا جنوب أوروبا، وخدوا بلاد كثيرة تحت إمرتهم، بلاد كثيرة. وكذلك الفرس خدوا بقى المشرق، وكانت مستعمرات كبيرة تبع بلادهم، ومنها العراق، وخدوا أشياء كثيرة من بلاد العرب والحيرة وغيرها. فكانوا إيه هم اللي بيحكموا البلاد دي، وكانوا بإيه بتنتشر عاداتهم في البلاد اللي بيحكموها كعادتهم. ويجب لها أجرة حمام في كل شهر أو أكثر أو أقل بحسب ما جرت به عادة أمثالها. لا أجرة طبيب وحاجم وخاتم وفاصل، ولا دواء مرض، ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة وعسل وفراخ. وأقل أكثر وأقل بحسب ما جرت به عدد أمثله. لا أجرة طبيب وحاجم وخاتم وفاصل، ولا دواء مرض. ليه؟ لأنه مظنون النفع، كل الحاجات دي مظنونة النفع بخلاف الطعام والشراب والكسوة، متيقنة النفع. ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة وعسل وفراخ وسمن، فلا يجب ذلك على الزوج بخلاف ما تشتهي أيام الوحم. أيام الوحم تديله ليه؟ لأن الوحم بسبب ما في بطنها، وما في بطنها ابنه، فيبقى يجيب لها ما تحتاجه أيام الوحم، فيجب عليه. وأما ما تتزين به من الكحل والخضاب والطيب فلا يجب عليه، لكن إن هيأه لها وجب عليها استعماله. قوله وشرب أو وشرب أو وشرب تنفع بتسليس الشين. آلة شرب كقلة ودورق، ويجب لها مسكن، أي ولو بأجرة، فلا يشترط كونه ملك الزوج، لأنه لا تملكه بل تتمتع به فقط، فهو امتاع لا تمليك كالخادم، بخلاف غيرها ما من النفقة والكسوة والأدم والفرش. يعني الكسوة كلها ما عدا الإيه السكن تمليك، أما السكن فهو إيه انتفاع، مش شرط يسكنها في سكن تملكه أو هو يملكه، فهمت؟ لأن السكن انتفاع ولا ملك، بخلاف الكسوة يملكها إياه، النفقة الأكل والشرب يملكها إياه. وقوله يليق بها عادة، أي لأنه امتاع كما مر. والقاعدة أن ما كان تمليكا اعتبر بحال الزوج، وما كان امتاعا اعتبر بحال الزوجة. وقوله وإن كانت ممن يخدم مثلها، أي بأن كان لا يليق بها أن تخدم نفسها، بل المروءة تقضي بأن يخدمها غيرها في بيت أبيها، وإن تخلف الإخدام بالفعل لعارض كعدم وجود ما تحصل به الخادم، أو عدم وجود من يخدم، أو قصد تواضعها أو رياضتها، لكن بشرط أن تكون حرة بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا إخدام لها. يبقى الخدم ده للحرة بس، إنما الرقيقة هي أصلا بتعود على الخدمة، فمش محتاج يجيب لها حاجة لو تزوج امرأة رقيقة يعني. وإن كانت جميلة، لأن شأنها أن تخدم نفسها، يعني الرقيقة ولو كانت حتى جميلة شأنها تخدم نفسها، مش شرط يجيب لها خادم. وإن وقع الإخدام لها بالفعل كما في الجوار البيض، وعلم من قوله وإن كانت مما يخدم مثلها أنه لا يجب الإخدام لمن تخدم نفسها في العادة عند أبيها،
وليس لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها كما في الروضة وأصلها. طب افرض هي قالت له أنت معلكش خادم، لكن أنا هجيب خادم وأديله أنا من أجرتي من فلوسي الخاصة، لازم بإذن الزوج. في الحالة دي لازم بإذن الزوج. ولو كانت ممن لا يخدم مثلها عادة في بيت أبيها، ولكن اعتدت الإخدام في بيت زوج سابق لم يجب إخدامه على المعتمد. يعني كانت متزوجة رجل قبله كان عنده خدامين يخدمونها، لكن هي في بيت أبيها لم تخدم، فتزوجها هذا الزوج بعد ذلك، فلا يجب عليه أن يجيب لها خادم. العبرة بحالها في بيت أبيها لا في بيت الزوج السابق. واضح؟ خلافا لما جرى عليه بعضهم من وجوب الإخدام حينئذ وتبعها المحش، حيث قال أي في بيت أهلها أو زوج قبله، فسوى في وجوب الإخدام بين من يخدم يخدم مثلها في بيت أهلها ومن يخدم مثلها في بيت الزوج السابق وهو ضعيف، اللي هو قبل القول المقابل للمعتمد. فعليه أي الزوج إخدامها، أي ولو بواحد ممن يحل له نظرها ذكرا كان أو أنثى، ويقال لكل منهما خادم، وفي لغة قليلة يقال للأنثى خادمة، ولا يجب ما زاد على الواحد، وإن اقتضت العادة تعدد الخادم في مثلها. نعم، إن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها بقدر الحاجة، وإن تعدد سواء كانت حرة أو أمة، لأن ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة. ولا يكفي أن يخدمها الزوج بنفسه لأنها تستحي منه غالبا وتعير بذلك، وسواء في وجوب الإخدام موسر ومعسر ومتوسط وعبد ومكاتب وغيره كسائر المؤن، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. ربنا بيقول عاشرون بالمعروف، أدي معنى المعاشرة بالمعروف المأمور. قوله بحرة أو أمة له، كان الأولى تأخير الحرة عن قوله أو أمة له ليتصل بها قول مستأجرة لأنه صفة له، فإن الاستئجار لا يجري في أمته وإن جرى في أمة غيره. وفي بعض النسخ بعد قوله أو أمة له أو أمة مستأجرة وهي ظاهرة، ومتى كانت مستأجرة لا يلزم غير الأجرة وإن كانت حرة، أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة وجنس طعام الخادم جنس طعام الزوجة، لكن يكون دونه نوعا وقدرا، فيجب على الموسر مد وثلث اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة، وعلى المتوسط مد اعتبارا بثلثي نفقة المخدومة أيضا، وعلى المعسر مد جزما، لأن النفس لا تقوم بدونه غالبا، ويجب له الأدم لأن العيش لا يتم بدونه، وجنسه جنس أدم المخدومة، لكن يكون دونه نوعا وقدرا بحسب قدر الطعام، ويجب له أيضا كسوة اللي هو المرافق الخادم المرافق يعني للزوج، ويجب له أيضا كسوة تليق به دون كسوة المخدومة جنسا ونوعا، فيجب له قميص ونحو مكعب وقمع للذكر ومقنعة للأنثى اللي هو نوع من الحاجات اللي بتتلبس على الرأس يسموها قمع أو برنس، لا يسموه قمع للذكر، وساعات كان يسموه تربوش وهكذا، يعني له أسماء كثيرة، ومقنعة للأنثى، وخف ورداء وجبة في الشتاء وما يفرش وما يتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء وحصيرة في الصيف ومخدة وسراويل لجريان العادة به للخادم الآن. وأما قول الشيخ الخطيب طبعا لشيخ الإسلام لا سراويل، فهو بحسب العادة القديمة، فيجب الآن عملا بالعادة من حرة أو أمة بيان لمن صاحب الزوجة، ويدخل في ذلك الجارية التي يدخلها أبوها بها كما جرت به العادة في مصرنا. وقوله إن رضي الزوج بها يفيد أنه لا يلزم الرضا بها، لكن إن لم يرضى بها يلزم الإخدام بغيرها. ظهر العادة أيام الشيخ البيجوري إن كان البنت بتدخل بيت زوجها مع الخادمة اللي كانت بتخدمها في بيت أبيه، وإن أعسر إلى آخره، خرج بقول أعسر ما إذا أيسر، لكن إذا أيسر، لكن امتنع من الإنفاق عليها، فليس لها الفسخ لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم سواء حضر الزوج أو غاب، وإن لم يترك لها شيئا في غيبته ولو غاب مدة طويلة خلافا للمالكية، فإنه إذا غاب ولم يترك لها شيئا تفسخ عندهم. فلو فعل ذلك مالكي ثم حضر الزوج فللشافعي نقده، ولو حضر الزوج وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فأكثر فلا الفسخ ولا يلزمه الصبر للضرر،
وان كان دون مسافه القصر اللي هي حاجه و80 كيلو يعني، فلا فسخ لها، وامر باحضاره حالا. هذا ان سهل احضار، والا فلا الفسخ. وقدره الزوجه على الكسب كقدرتي على المال، فليس لها الفسخ الا ان عجز عن الكسب. وقول بنفقتها اي او كسوتها، فالاعصار بالكسوه كالاعصار بالنفقه، لانها لا بد منها، ولا يبقى البدن بدونها غالبا، ويستثنى منها المكعب او المكعب والسراويل، فلا فسخ بالاعصار بهما، كما لا فسخ لها بالاعصار بالاذن، لان النفس تقوم بدونه بخلاف القوت والكسوه. واما المسكن فجرى بعضهم على انها لا تفسخ به كالاذن، والمعتمد انها تفسخ به لشده الحاجه اليه، يعني عجز عن السكن تفسخ ولا لا تفسخ؟ لو عجز عن الاطعام تفسخ. طب عجز عن الادام ولم يعجز عن ايه؟ عن الخبز القوت يعني، يقول لك برضه تفسخ. لكن في السكن لا. والمعتمد انها تفسخ به لشده الحاجه اليه، ده في الادام، ولا فسخ ايضا بالاعصار بالخادم. وبيقول واما المسكن فجرى بعضهم على انها لا تفسخ به كالادم، والمعتمد انها تفسخ به يعني بالاعصار في السكن يعني لشده الحاجه اليه، ولا فسخ ايضا بالاعصار بالخادم او نفقته، وانما تفسخ باعصاره بنفقه المعسرين. فلو اعصر بنفقه موسر او متوسط مع قدرته على نفقه معسر لم تفسخ، ولا يصير الزائد دينا عليه، لان نفقته الان نفقه معسر. فلو لم يجد الا نصف مد غداء ونصف عشاء فلا فسخ لها، لانه قادر على المد وهو نفقه المعسر. ولو تبرع بها شخص عن الزوج المعسر لم يلزمها القبول، بل لها الفسخ لما فيه من المنه. نعم، ان تبرع بها للزوج ثم دفعها الزوج لها فلا فسخ، بل يلزمها القبول، لان المنه حينئذ على الزوج لا عليها. وكذلك لو كان المتبرع بها ابا او جدا او سيدا والزوج تحت حجره فلا فسخ لها، بل يلزمها القبول لضعف المنه. قوله اي الكلام اللي فات ده واضح، لو هو عجز عن النفقه لكن ابوه هيدفع له النفقه ملهاش تفسخ، لان ابوه مش هيمن عليه، واضح. لكن اللي هيدفع لها النفقه صديقه لها تفسخ، لانه هيبقى عليها منه. طب لو في الصديق هيدهوله وهو ينفق عليها، ليس لها الفسخ، لان المنه على الزوج لا على الزوجه، وهكذا. دي التفاصيل. قول أي المستقبلة فلا فسخ بالإعصار بالماضية كما سيذكره الشارح. والحاصل أن شروط هذه المسألة خمسة. الأول الإعصار، فيخرج ما إذا امتنع مع عدم الإعصار. الثاني كونه بالنفقة أو الكسوة، فيخرج ما إذا أعصر بنحو الأذن. الثالث كون النفقة لها، فيخرج ما إذا أعصر بنفقة الخادم. الرابع كون الإعصار بنفقة المعسرين، فيخرج ما إذا أعصر بنفقة الموسر أو المتوسط مع القدرة على نفقة المعسر. الخامس كون النفقة مستقبلة، فيخرج ما لو أعسر بالنفقة الماضية. يعني علشان تفسخ بالإعصار لازم يبقى الإعصار ده عليها مش للخادم، واخد بالك؟ وإن يكون في المستقبل وليس في الماضي، وإن يكون عجز عن نفقة المعسر وهو موسر للخادم. فلها الصبر على اعساره، لها الاختيارين. افرض اعسر الزوج عن ومش لا يستطيع النفق على زوجته، فلس وتجارته فلست ومش قادر ينفق عليه، وبعدين كمان حجروا على السكن خدوه كمان عشان عليه ديون، لها ان هي تطلب الفسخ من القاضي، ولها ان تصبر وتنفق على نفسها من مالها وتصبر معاه، تقول له على الحلوه والمره، مش كده؟ على الحلوه والمره ايه؟ ادي احنا عايشين، ولا بتقول ايه الاغنيه؟ ها؟ كنا متوعدين، بيقولوا كده الحلو والمر. فاذا كانوا متوعدين على الحلو والمر ليها تصبر، واخد بالك؟ افرض هي ما عندها الصبر، ليها انها تفسخ عند القاضي بقى، تروح للقاضي يقوم يفسخ بسبب الاعسار في النفقه. فلها الصبر على اعساره. اشار بذلك الى ان محل قول المصنف فلا فسخ النكاح اذا لم تصبر، فهي مخيره بين الصبر والفسخ. طيب لو صبرت لها ان تنفق على نفسها من مالها، او تقترض ويسدد الزوج لما يزول اعصار، واضح؟ افرض هتصبر بس النفقه محتاجها،
تقوم تنفق على نفسها اما من مالها وتأيد عن نوتة، وبعدين لما زوجها تمر بفضلة الإعصار دي يبقى يسدد لها، أو إنها تقترض ويسدد الزوج بعد زوال إعصاره. واضح؟ وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض، أي وتنفق على نفسها مما اقترضته، وعبارة الشيخ الخطيب وتنفق على نفسها من مالها أو مما اقترضته، وهي أسبك من عبارة الشارح. ويصير ما أنفقته دينا عليه، أي إن كان بقدر الواجب، بخلاف ما إذا كان ما أنفقته زائدا على قدر الواجب فلا يصير دينا عليه إلا قدر الواجب. يبقى الدين عليه بقدر الواجب، افرض أنفقت بإسراف القاضي يديها قدر الواجب بس، وما زال يبقى دين عليه. فلو قال وصارت النفقة دينا عليه لكان أولى، وتصير دينا عليه وإن لم يفرضها القاضي لأنها تمليك فهي كسائر الديون المستقرة، ولها فسخ النكاح، ده الاختيار الآخر. يبقى لها الصبر وتنفق إما دينا عليه أو اقتراضا عليه، أو إنها تفسخ. ولها فسخ النكاح، وطريقة الفسخ أن ترفع الأمر إلى القاضي أو المحكم بشرطه، اللي هي حكما من أهلها وحكما من أهلها، الوقت يسموها إيه؟ محكمة الأسرة، في العصر بتاعنا سموها محكمة الأسرة. ويثبت عنده إعصار الزوج، ولازم القاضي يثبت إن فعلا الزوج أعصر بإقراره أو ببينة، يعني يا إما يقر إنه أعصر يا إما يجيب شهود يشهد. ثم بعد ثبوت إعصاره يجب إمهاله 3 أيام، وإن لم يطلب الإمهال ليتحقق عجزه، فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول. ولها الخروج في مدة الإمهال لتحصيل النفقة بكسب أو قرض أو سؤال، وليس له منعها في فترة الإمهال 3 أيام دي، ما يمنعهاش من الخروج لطلب إيه؟ كسب أو عمل أو اقتراض مال لحد ما يشوف يجرب نفسه. وعليها الرجوع إلى مسكنها ليلا لأنه وقت الراحة، وليس لها منعه من التمتع. ثم بعد مدة الإمهال ترفع الأمر إلى القاضي صبيحة الرابع، فيفسخ النكاح هو أو نائبه أو هي بإذنه، وليس لها الاستقلال بالفسخ ولو ما علمها بالإعصار، فلا تفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده وقبل الإذن فيه. نعم إن لم يكن في الناحية قاض ولا محكم، ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها به. افرض كانت في مكان مهجور لا في قاضي ولا محكمة ولا بتاع، يبقى لا أنها تستقل بالفسخ للضرورة. فإذا فسخت حينئذ نفذ ظاهرا وباطنا، ولو سلم نفقة اليوم الرابع فلا فسخ لزوال ما كان الفسخ لأجله وهو الإعصار. فإن أعصر بنفقة الخامس بنت على المدة الماضية ولا تستأنف، فتفسخ في الحال كما لو أيسر في الثالث. يعني هو أعصر 3 أيام وجاء الرابع أنفق عليه، جاله فلوس أنفق عليه، وبعدين أعصر في الخامس، يبقى تجمع دي مع 3 أيام يبقى فشل لأنها تعصر. خدت بالك؟ تحسبه على المدة الماضية. فتفسخ في الحال كما لو أيسر في الثالث ثم أعصر في الرابع. والحصل أنه إذا أيسر يوما أو يومين ثم أعصر بنت، بنت يعني على ما سبق، تجمع اللي فات كمان. وإذا أيسر 3 أيام ثم أعصر استأنفت، استأنفت تبدأ تعد من أول وجديد. ولا أثر لقولها رضيت بإعساره، ولو قالت رضيت به أبدا سواء قالته قبل النكاح أو بعده، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، اللي هي على الحلوة والمرة كنا متوعدين، لا يلزم أن توفي بالوعد في الحالة دي. فهمت بقى إزاي؟ يبقى الأغنية أغنية، لكن إيه؟ لا يأخذ بها القاضي. واضح؟ يعني حتى لو توعدوا أن هم يستمر زواجهم وأن هي هتصبر عليه كلما أفلس، وبعدين جت حبت تغير رأيها، فالقاضي لا يلزمها بالوفاء بالوعد. واضح؟ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، فلها الفسخ بإعساره بعد ذلك لأن الضرر يتجدد. نعم إن رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ لها لأن الضرر به لا يتجدد. قوله وإذا فسخت حصلت المفارقة، أي مفارقتها من الزوج، وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق، أي فلا تنقص عدد الطلاق. يبقى لو فسخ القاضي الزواج بسبب الإعصار لا يحسب من عدد الطلاقات. واضح؟ أما النفقة الماضية مقابل قوله المستقبلة فلا فسخ للزوجة بسببه، يعني هو عجز عن أن ينفق عليها مدة 2 3 سنين فاتوا وهي مشتكتش، ما تقدرش تطلب من القاضي أن هو
يعني يفسخ العقد بسبب الإعصار، لأن ده ماضي، لكن العبرة بالمستقبل. واضح؟ أما النفقة الماضية مقابل لقوله أي المستقبلة فلا فسخ للزوجة بسببها، أي ما عدا مدة الإمهال بعد الرفع إلى القاضي اللي هي الثلاث أيام كما تقدم في طريق الفسخ السابقة. وكذلك أي مثل الإعصار بالنفقة في ثبوت الفسخ للزوجة فسخ النكاح إن أعصر زوجها بالصداق. برضه هي مخيرة، لو الزوج مش عايز يديها بقية الصداق بتاعها المؤخر يعني، لها إنها تتنازل وتأجل تاخده براحتها، ولها أن تطلب الفسخ بسبب الإعصار في الصداق. واضح؟ وقول للزوجة فسخ النكاح بيان لمفاد إن أعصر زوجها بالصداق، أي بالحال منه كلا أو بعضا على المعتمد. فلو أقبض بعض المهر وأعصر بالباقي قبل الدخول كان لها الفسخ بالعجز عن تسليم العوض بتمام مع بقاء المعوض، كما أفتى به البارزي وبه صرح الجوري. وقال الأزرعي هو الوجه نقلا ومعنى ومعنى خلافا لما أفتى به ابن الصلاح من عدم الفسخ، إذ يلزم على إفتائه إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق ولو درهما واحدا من صداق هو 1000 درهم وهو في غاية البعد. وقول قبل الدخول بها بخلاف بعد الدخول بها لتلف المعوض، لكن ما ينفعش بعد الدخول بها تلزمه انه هو يديها المهر الان بقيت مهرها بعد الدخول بها، والا هتطلب الفسخ للاعصار. ليه؟ لان بعد الدخول بها تلف المعوض اللي هو البضع، فهمت؟ فليها ما ليس امامها الا الصبر. بخلاف بعد الدخول بها لتلف المعوض وهو البضع وصيرورة العوض دينا في الذمة، وهيبقى ايه بقية المهر دينا في الذمة، يجب ايه على التراخي ما لم يحدث طلاق او وفاة فيجب على الفور. واضح؟ قول سواء علمت يسار قبل العقد ام لا، اي فلها الفسخ مطلقا وهو ضعيف، والمعتمد انه لا فسخ لها فيما اذا نكحته عالمة باعساره بالصداق، لان الضرر لا يتجدد بخلاف النفقة فان ضررها يتجدد. والله تعالى اعلى واعلم. وكده واقفين على فصل في احكام الحضانه، ده يوم الاثنين القادم، وكده يبقى انتهينا من كل الفصول المتعلقه بابواب النكاح والطلاق والخلع وغير ذلك. بعد كده هنخش في ابواب الجنايات. الجنايات عشان نشوف الحاجات اللي بتحصل في المظاهرات والمليونيات وجنايه الايه؟ الناس على بعضها البعض، ونشوف اللي بيخزع عين واحد واللي بيضرب واحد واللي بيكسر واحد ويبطح واحد والحاجات دي كلها، عشان نعيش في ايه؟ في محكمه الجنايات. احنا كل اللي فات ده في محكمة الأسرة، هننتقل بعد ذلك إلى محكمة الجنايات إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.